ضمن شريان من شرايين مدينة الموصل القديمة ومن ضمن تراثها وأرثها الحضاري والتاريخي لهذه المدينة في أحدى الشرايين الذي يمتد عمره إلى أكثر من 100 سنة. نقف اليوم لإعادة إعماره بعد أن توضع التصاميم وفق المسابقة التي أطلقتها بلدية الموصل مع مؤسسة التراث وجامعة الموصل وجامعة ألمانية والجامعة النمساوية لكي نقدم تصميم بحضاري بشكل تراثي يليق بهذه المدينة بعد أن طالته يد الإرهاب وأثناء معارك التحرير. إن شاء الله يعود هذا الشارع باعتباره واحدة من مراكز تعليمية وتجارية وثقافية كما عادت بقية شوارع مدينة الموصل وانطلاق المشاريع بها من الفرق التطوعية. إن شاء الله تنطلق، أعلننا انطلاق المسابقة بعد انهاء التصاميم واختيار التصميم الأمثل، سيتم المباشرة به إن شاء الله. 1921 فتحنا المكتبة. نعم، فتح طبعا المرحوم والدي عبد الرحمن الكركشي، فتح وجاب من هذيك الأيام بدأ يجيب الكتب، يعني كميات قليلة لأنه ما كانت موجود الكتب كثيرة، كان يطلع لبغداد يسافر لبغداد يجيب الكتب من بغداد، يعني تدريجيا في المحل اللي كان عنده سابقا هذا مشى الكتب وشاف صار له يعني قبول للناس، اخذ مكتبه محلوا في شارع النجفي. اول طلعه سافر جاب كتب يعني ما كثيره، كان قصص، هي كان المنفلوطي وغير المنفلوطي، هالمؤلفين كان يعني بدايه نزول هالكتب هذه كانت بالهذا تقريبا، ما يعني عدد أسماء أو الكتب هذا ما كانت يمكن أكثر من 10 أسماء ما كان أكو، أي هذا اللي جابه كان في وقته. الأول ما سماها المكتبة العربية لاسم، لأنه كان تركيا، كان تركيا اللي تحكم، فبهي 1921 صارت الحكومة العراقية فتسمى العراقية، فسمى المكتبة العربية على هذا الاسم. نعم، رصيف الكتب منذ عام 2018، ثم منتدى عودة شارع النجفي في هذا الاسم ليكون مركزا للجلسات والفعاليات وجذب الطلبة والناس وتشجيع أصحاب المكتبات وكل جهة ثقافية للعودة لهذا الشارع. بعد سنوات من المبادرات المتعبة، اليوم بدعم من برنامج تعافي الممول من USAID أهلنا بعض المحلات وتوجد مراحل عمل أخرى. سينطلق المنتدى بفعاليات حقيقية وجلسات مع الجهات المعنية. اليوم هذه المسابقة بالتعاون مع برعاية بدعم من بلدية الموصل وبالتعاون مع جامعة الموصل وتراث الموصل والجامعة الألمانية والجامعة النمساوية، مسابقة عالمية للخروج بأفضل تصميم حضاري وعصري لشارع النجفي. بعد جهد وسنوات اليوم أخذنا وعود من البلدية والمحافظة والجهات الحكومية العليا أن يعتمد هذا التصميم ويشرع في فرضه وبنائه، وتدعم هذه الجهات أصحاب المحال بأكبر دعم ممكن. المسابقة موجهة لطلبة الهندسة والقسم الآخر للمحترفين في جانب التصميم المعماري، موجهة لكل العالم. عملنا أن تكون منظومة إعلامية واسعة تصل إلى كل العالم قدر الممكن. المحلات كثيرة، لكن ما نريده حقيقة أن تعود هوية هذا الشارع أن يصبح ثقافيا. لدينا الكثير من المبادرات والفعاليات، معرض كتاب سيقام بدولي ما أمكن لتحويل وفرض هوية هذا الشارع التراثية والثقافية ويعود قبلة للسياح.